أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على قناة المشاهد. هذه الحلقة يتعلق الأمر بالصراع الأمريكي الإيراني بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني. ما هي التداعيات؟ وهل هناك مؤشرات لنزوع فتيل الحرب أو لبداية حرب بين الطرفين سواء بالنيابة أو بشكل مباشر؟ ولكن دعونا بعيدا عن بعض القنوات الإخبارية التابعة سواء لطهران أو للولايات المتحدة الأمريكية، أن نضع المشاهد الكريم في الصورة العامة لهاتين القوتين العسكريتين. بداية يعني من أجل التوضيح، تبلغ ميزانية الدفاع ومعدلات الإنفاق الأمريكية السنوية للجيش الأمريكي 716 مليار دولار، وأكرر هذا الرقم أنه رقم ضخم جدا، يعني 716 مليار دولار، يعني يضم يعني ميزانيات دول بسكانها وبدخلها القومي وما إلى ذلك، يعني أنه رقم ضخم تخصصه الولايات المتحدة الأمريكية للإنفاق العسكري ولترسانتها العسكرية، لأنها تشكل قوة ردع أساسية بالنسبة لها. رقم آخر يمكن أن نضيفه، وهو أن عدد أفراد الجيش الأمريكي يبلغ 2,141,000 جندي، 2,141,000، يعني 2,141,000 مليون جندي، بينهم 860 في قوة الاحتياط، يعني أنه رقم كبير جدا. في الجيش الأمريكي أكثر من 6,287 دبابة، و 39,223 مدرعة، و 992 مدفعا ذاتي الحركة، وأكثر من 864 مدفعا ميدانيا، بالإضافة إلى 1056 راجمة للصواريخ. هذه الأرقام من طبيعة الحال يعني أنها أرقام كبيرة جدا، وتعكس قوة هذا الجيش بتنظيماته المختلفة سواء البرية أو الجوية أو البحرية. فالقوة الجوية للجيش الأمريكي أنه يمتلك 13,398 طائرة حربية، منها 2,853 طائرة تدريب، و 5,760 مروحية عسكرية، منها 971 مروحية هجومية. يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد بشكل كلي أو بشكل كبير جدا على القوة الجوية في غزواتها وفي تنقلاتها، وكذلك يعني في عملياتها العسكرية. شاهدنا يعني مقتل الجنرال سليماني عن طريق يعني القوة الجوية، مقتل بن لادن عن طريق القوة الجوية، وكذلك مقتل تنظيم داعش بطبيعة الحال عن طريق القوة العسكرية. يعني أن القادة العسكريين الذين يناوئون الولايات المتحدة الأمريكية لا تتصدى لهم عن طريق البر، ولكن تتصدى لهم وتترصدهم عن طريق يعني أجهزتها السرية، ويتم مقتلهم عن طريق آلياتها الجوية. ولكن دعونا نتحدث أن أمريكا كذلك تمتلك قدرا هائلا من المطارات الصالحة للخدمة، والتي يبلغ تعدادها 13,513 مطار.
بحيث تتفوق على يعني على قوة أخرى وهي روسيا، والتي تمتلك 1200 مطار فقط صالح للخدمة. وهناك فرق شاسع يعني بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنهما مرتا من إطار الحرب الباردة والصراعات التي كانت بينهما يعني خلال الحرب الباردة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تتفوق في هذه النقطة بشكل كبير. فما حسبك حينما نتحدث عن المطارات المحدودة لإيران أو القوة الجوية الإيرانية أو حتى يعني تعداد الجيش الإيراني؟ نقطة ثالثة وهي القوة البحرية. فالأسطول الأمريكي يضم 415 قطعة بحرية، 415 قطعة بحرية، منها 24 حاملة يعني 24 سفينة كبيرة وضخمة يعني بشكل كبير جدا حاملة للطائرات، و22 فرقاطة، و68 مدمرة، و 68 كذلك غواصة بحرية، يعني تعد يعني قوة ضاربة في المجال أو في الصراعات البحرية، بالإضافة إلى 11 كاسحة ألغام، يعني أنها تفتح العبور وتسهل هذه المأموريات. يعني بخصوص القوة الأمريكية، هناك جانب كبير جدا أو جانب مهم لا يمكن إغفاله، وهو القوة النووية التي تعد العامل الفاصل في ميزان القوى بين الدول، واستخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مرتين في الحرب العالمية الثانية في مدينتي هيروشيما و ناكازاكي، وكانت المفصل لإنهاء الحرب العالمية الثانية، وخلفت دمارا يعني كبيرا على المستوى يعني المستوى الضحايا وعلى مستوى الخسائر البشرية والاقتصادية بالنسبة لليابان، وكانت عاملا أساسيا يعني في وقف الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك يعني 4000 سلاح نووي، 4000 سلاح يعني نووي، و يعني هذه الأرقام تقودنا إلى سؤال: ماذا عن الجانب الإيراني؟ من طبيعة الحال يعني سواء لا مجال يعني إذا ما أردنا أن نتحدث بالمنطق وبشكل عقلاني لا يمكن أن نقارن، يعني هناك أرقام يعني لا يمكن وضعها مجال للمقارنة بين الجانب بين التعداد العسكري والترسانة العسكرية الأمريكية والترسانة العسكرية الإيرانية، لأن الفرق والبون شاسع بشكل كبير جدا، ولا يمكننا يعني أن نتحدث عن هذه المقارنة التي ستكون مقارنة سخيفة، لأنها يعني بمحدودية يعني محدودية الترسانة العسكرية الإيرانية، رغم ما لها ويعني رغم يعني ما نتحدث عنه دائما من تطور ومن محاولات لتطويرها، سواء في على المستوى الفرقاطات البحرية أو على مستوى التعداد البشري أو على مستوى كذلك السلاح النووي الإيراني. يعني بعد مقتل يعني الجنرال قاسم سليماني، أن يعني أمام هذه الأرقام أن إيران فقط تحاول أن تستغل مقتل قاسم سليماني دبلوماسيا لتنزع من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي ومن روسيا ومن حليفاتها يعني الصين وروسيا وبعض الدول التي تشاركها
يعني نفس الخطوات ان تنزع بعض يعني بعض المكتسبات، وهي مكتسبات من طبيعة الحال مكتسبات اقتصادية بنزع العقوبات او التخفيف من العقوبات الاقتصادية التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية ويضعها الاتحاد الأوروبي على طهران. لذلك تسعى إيران يعني رغم هذه الضجة الإعلامية الكبيرة، يعني هناك يعني عامل أساسي أن هناك ضجة إعلامية كبيرة تسوقها إيران وقنواتها والعاملين معها، وكذلك بعض المواقع الإخبارية على يعني تبيان هذه الهالة الكبيرة لهذا الجنرال وهذا العقل المدبر. ولكن يعني حينما يعني نضع هذه الأرقام في موضعها الأساسي يتبين بشكل كبير جدا أنه لا مجال للمقارنة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قوة عسكرية ضاربة، يعني لا تسعى لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران نظرا لحجم الخسائر التي يمكن أن تشكلها الحرب، انطلاقا من المقولة لا أحد رابح في الحرب، فقط هناك الخسارات. ويعني الجميل في الحرب حينما تقف أوزارها. إلى هنا أيها السادة والسيدات، نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، ولنا لقاءات متعددة بحول الله. لا تنسوا الاشتراك معنا في قناة المشاهد ودعمنا، كل التقدير والمحبة، وإلى لقاء آخر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.